السلام عليكم، صباح الخير والسعادة والتفاؤل والطاقة الإيجابية. اليوم عندنا شوية ديال البرودة، ويوم جديد، فيديو جديد. جيت لواحد المكان باش نشوف الحطب، لأنه واحد السيدة وصلتني باش نجي نشوف الحطب، لأنها راها باغية واحد الكمية مهمة، لأنه فصلوا الشتاء على الأبواب باش تستعمل الحطب، يعني في التسخين ديال البيت ديالها وبالنسبة للساونا. خليكم معايا. السلام من جديد. صراحة راه البرد داخل. هذا هو المكان ديال الحطب، هنايا كيقطعوه. راه فنلندا راه من ضمن الدول الاولى عالميا في كنقولوا في التصدير ديال الخشب، لانها معروفة بالغابات وكثرة الاشجار. يجيبوا الحطب هنايا كيقطعوه. التقطيع راه كيكون غير اظن غير بطرق تقليديه. بعد ما كيقطعوه يعني مارس كيديروه هنايا. هذا هو الستوك ديالو كما كتشوفوا. يمكن الشخص الذي نتكلم معاه ما يجي هنايا حتى ال 12، يعني باقي واحد السويعه. ندير دورة ونرجع. هذا هو الستوك، راه تبارك الله خير ديال الخشب الحطب. راه ما تشعل، راه ما تشعل الشتا كاملة، والعام الجاي والعام اللي موراه. الشجرة تبارك الله كبيرة. أتكون نهاية ديال هاد الفيديو المختصر. تحياتي للجميع، مع السلامة.